ازيكم يا شباب، النهارده هنبدا فيديو جديد في قناه كرسان جوني. ده صاحبي جوني ومش قادر يتكلم يعني كده، وهنلعب لوليت بول. ولو انتوا عايزين نلعب اي جيمات تانية اكتبوا لنا في الكومنتات، وممكن كمان يعني لو انتوا عايزين نفتح باسامي ناس في سبينات، ممكن في السبين ده اللي فيه رابط شر وسيف كده، وممكن نفتح، وممكن كمان نخلص لكم الايفنت ده لو انتوا عايزين، وممكن نفتح بحظكم هنا لو انتوا كمان حابين يعني. وهنبدا، يلا بينا. وياريت كده تعملوا لنا اي فولو كده ولايك، ولو عايزين نغير الجيم اكتبوا لنا في الكومنتات، واكتبوا لنا كل جيمات انتوا عايزين تكتبوها تلعبوها قصدي، واحنا نلعبها وهنعمل لكم فيها شغل. ويلا بينا نبدا. ولو انتوا عايزين تدعمونا انا وجيني يعني تتبرعونا بروبوكس وكده، اكتبوا لنا اسميكم واحنا هنعمل لكم اد وتتبرعونا بليز دونيت بروبوكس يعني وكده لو انتوا عايزين طبعا. ويلا نبدا. الايفنت ده حلو على فكره، ممكن نبقى نلعبه يعني، بس خلي بالكم يعني هو محتاج ذكاء وصعب قوي. وهنبدا دلوقتي. كمان ده هنا، ده في انفكشن، ده في سيوف كده بتفتحوها يعني، بتفتحوا سبين كده يبقى زي مكان الايفنت. كمان ممكن نفتحها بحظكم، بس اللي انتوا هتستغربوه يعني هو ازاي ما بيتفتحش، هقول لكم ازاي بيتفتح. لازم تستنوا الايام اللي هو قايلها لكم وهتقدروا تاخدوا التيكت تشتروه. ويلا بينا نبدا الجيم. خلي بالكم جوني محترف قوي، رانج 1 شفت لكم. ممكن نلعب اي العاب انتوا عايزينها، ويا ريت تدعموا كونشي من فوق هنا، بصوا كده من السيتنجز اللي فوق، ودوسوا سبورت كريتور نون، وتكتبوا الاسم اللي انتوا عايزينه كونشي، وهو مثلا كده، ودوس اوكي كده انتوا دعمتوه. وكمان نسبة الروبوكس اللي انت لو انتوا بتشحنوا يعني، لو انتوا هتدعموا كونشي في لعبة بليت بول بس يعني، هيجي الكونشي نسبة 5% من الروبوكس لو انتوا دعمتوه. لو انتوا دخلتوا كده هنا في السيتنجز وعملتوا سبورت وكتبتوا اسم كونشي او اي اسم يوتيوبر مشهور، هيجيله لو انتوا بتشحنوا يعني، هيجي الشخص ده نسبة 5% من الروبوكس، مش الروبوكس كله طبعا. يلا نسيت اقول لكم شباب، بس بعد الجيم هقول لكم حاجة. يلا. وكمان يا شباب، وكمان جوني وانا يعني مش مفعلين اوتو كليك، يا ريت يعني ما حدش يقلق ويكتب لنا في الشات ان احنا هيك وكده يعني، عشان لا، عشان في ناس بتبقى مشغله اوتو كليك واحنا بنهزمهم. احنا مش مفعلين اوتو كليك خالص، لما بنبقى مفعلين اوتو كليك بيبان لكم، فما تقلقوش يعني. عاش. بصوا يا شباب ده لما انتوا كده تيجي تخش عليه هيقول لكم تقتلوا كم ناس وهتاخدوا الحاجة من دول. انت لو انت قتلت 20 شخص هتاخد الفتحة ده، لو قتلت 50 شخص هتاخد 1000 جنيه، قتلت 100 شخص هتاخد دي، وهكذا. يلا بينا، ده الجيم التالت كده او حاجة مش فاكر. وكمان هنبدأ يعني في الجيم اللي جاي بالبوينتس، هنشوف مين احرف واللي هيكسب ياخد بوينتس. كده جوني هو واحد، احنا هنعيدهم تاني. كده جوني واحد بوينتس وانا صفر. هنعملها من 5 او من 10. يلا لو انتوا عايزين نفتح الحاجات دي كلها اكتبوا لنا في الكومنتات، دي ودي 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 كله اكتبوا لنا في الشات وهنفتحها لكم. هنتعب انا وجوني بس عادي يعني، كل ما انتوا طلبتوا. يلا يلا
مفيش اوتو كليك. ها شباب مفيش اوتو كليك. اوف 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 احنا انا وجن مش قادرين، احنا بجد يعني تعب، بس حاجة حلوة يعني كده. 2-0 جن 2 وانا 0، يعني بجد جمدان جمدان. صاحبي هيفتح سبين، هيعمل ايه في كين؟ بحظكم تمام، بحظ الناس الجديدة وكده يعني، هيفتح بحظه وهي وحظكم حلو، حظكم حلو قوي، جاله فلوس 250 كويس يعني، ده بالنسبة لنا حلو عشان احنا محتاجين فلوس، عشان احنا عايزين اقول لكم ان احنا جايبين كده شوية ايه قدرات حلوين، ونفسنا انا وجون نفتح البولس والقدرة دي، يعني احنا كده عايزين نحوش 25,000 او 20,000 يعني، عشان في حاجات تانية احنا عايزين نجيبها نجيبهم يعني، لو انتوا عايزين نشتريها، ولو انتوا عايزين نشتري القدرة اللي ب15,000 دي قولولنا شباب. انت هو الصراحة صاحبي بعيد شوية، ده انا كده هقول عليه رانر شوية، هو بعيد عني. يلا يلا بينا، فرحان قوي على فكرة انا وجيني، فرحانين ان انتوا معانا يعني وكده. ويلا الايفنت كمان يا شباب فاضل 12 دقيقة، اخره يعني اخره 16 ناس بس، انا وجيني مش هنقدر نخشه طول ما احنا 2 بس، عشان احنا كمان في برايد، اخره 4 اشخاص وهيبدأ تمام يا شباب. وممكن نفتح لكم بدي وبدي اللي هي بروبوكس، يعني هندفع 99.50 روبوكس يعني كده، علشانكم بس عشان احنا بنحبكم. ويلا نبدأ الجيم اللي بعده كده، جوني 3 وانا 0، قلت لكم جوني محترف، انا وهو محترفين من بعض، بس القدرات دي لا. اخيرا كده اصلا جوني رونر وكسبته يعني، فايزي كده، هو 3 وانا 1. الله يا ريت يعني كده تعملوا لنا فولو وكده يعني، عشان احنا محتاجين ندعمكم الحلو ده، يا ريت اعملوا شير لاصحابكم وكده يعني، عشان محتاجين الشير ده. كده جوني 3 وانا 2، كده انا فاضل لي 3 وجوني فاضل له 2 ويكسب الجولة دي. يلا ممكن نفتح، وصاحبي بيقول لكم ان هو بيحبكم قوي، وان شاء الله كده في يوم يعني هنحاول ندخله يعني ويتكلم معانا وكده، ان شاء الله يعني هنحاول، عشان بس في غلطة كده من حاجة من اللابتوب عندي. رانر 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 يا شباب، كده رانر يا شباب. بص يا شباب انا هجيب له قدرتي يا شباب، بص استنى هجيب له شادو، محدش يقول له، هجيب له شادو. يلا 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 شباب. ايوه كده الشباب، كده جوني 4 فاضل نقطة ويكسب، وانا كده 3 فاضل لي نقطتين واكسب. يلا يلا بحبكم يا شباب، يلا بينا الجيم اللي بعده كده، يلا ان شاء الله هكسبه علشانكم بس. يلا يلا كورة جايالي، بيو بيو. بصوا يا شباب هذا لف عليك كورة لحد ما اكسب. ايوه كده انا 4 وهو 4 فاضل نقطة ونكسب يا شباب. يلا انا مش رانر على فكرة يا شباب، هو اللي كان رانر بعيد عني. ويلا بينا نبدأ الأخيرة،
يلا بيو ده كده شباب، هو كسب وهننتهي لحد هنا، واشوفكم المرة الجاية بخير والسلام.